حتى إذا بلغوا أرضا مستوية بين الجبال قال إبراهيم: هذه ليلة جمع بهذه المزدلفة. فنزل الحجيج وأناخوا مطاياهم وافترشوا الحصى وباتوا ذاكرين الله بين قائم وقاعد وعلى جنوبهم، والقمر ينشر فوقهم ضياءه ويكاد يكتمل بدرا، فهو قمر الليلة العاشرة من ذي الحجة. ونظر إبراهيم تحته إلى الحصى في أرض مزدلفة، وقبض بيمينه على حصوات عدها فوجدها سبعة. فتذكر يوم عرض له إبليس ليرده عن ذبح إسماعيل، فمال يومئذ إلى الأرض وقبض حصوات رجمه بها فكانت سبعة. فأنت تريد ذبحها؟ قال إبراهيم: إليك عني أي عدو الله، أتوسوس لي في أمر الله وقد هدان وجعلني على بينة منه؟ اذهب عني، فوالله لأمضين لأمر ربي. ويأس عدو الله إبليس من إبراهيم فتراجع إلى إسماعيل فاعترضه: ما هذا الذي تحمله؟ قال الفتى: شفرة وحبل. هل تدري أين يذهب بك أبوك؟ قال: نحمل حطبا لأهلنا من هذا الشعر. إنه لا يريد إلا ذبحك. قال: لماذا؟ سيزعم لك أن ربه أمره بذلك. قال إسماعيل في إيمان وثقة بالله ورسوله: فليفعل ما أمره به ربه. ولو كان الذبح؟ قال: سمعا لأمر الله. وما أدراك أن الله أمره بذلك؟ إنما تلعب به الشيطان في منامه. فالتقط إسماعيل سبع حصوات ورجمه بها وهو يقول: أعوذ بالله منك، إنك أنت الشيطان. وما أن تنفس الصبح حتى أما خليل الله الجموع في الصلاة قبل أن تطلع الشمس، ثم أسرع بهم من مزدلفة يدفعون بجموعهم إلى منى، وتقدم بهم نحو جبل ثبير، فما بلغوه إلا حين ارتفعت الشمس في الضحى. ونظر إبراهيم إلى العقبة التي عرض له إبليس عندها وقال: ارموا جماركم هاهنا. ثم كبر الله ورمى حصواته السبع التي التقطها ليلة الأمس من المزدلفة، وتابع الجمع الغفير عمل الإمام الأعظم، وتدافعت الأيدي ترجم الشيطان وترضي الرحمن. ونظر إبراهيم نحو الصفا والمروة ورأى الحجاج إذ فرغوا من طوافهم بالكعبة راحوا يسعون سبعة أشواط بين الصفا والمروة. هذه المولاة المباركة هاجر،
ما أحسبها تذكرني. سمعتها تذكرك في وداعة وسماحة وتقول: غفر الله لها والحمد لله الذي هداها لما هدانا إليه من نعمة الإسلام. يا طالما قسوت عليها وعنفت بها، لا أنسى يوم جيء بها من منف وعلى رأسها التاج المذهب المحلى بالحياة المقدسة. كانت يومئذ منهارة، يكاد يقتلها الحزن على ابن عميها أمير منف الذي قتل قبل أن تزف إليه، وكانت تقاوم انهيارها بإظهار الكبرياء والأنفة. فوكلني فرعون إليها لأكسر أنفها وأذلل قيادها، وقد كنت قاسية غليظة القلب، وما أحسب قلبها يصفو لي كلما طفت هذه الذكريات على صفحة فكرها. هوني عليك، قد شفى الله قلب هاجر من غل الجاهلية وحقدها، فاستغفر الله واعلمي أن الإسلام يجب كل شيء. يا خليل الله، لو نصبت ابنك إسماعيل كاهنا في بيت الله يكهن للناس فيتقبل قرابينهم ويحل ذبائحهم ويأذن بزواجهم ويتلقى توبة موتاهم. يقول إبراهيم: لا كهانة في الإسلام، وليس بين المؤمن وبين الله حجاب، فهو قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ما أردت إلا أن يكون لإسماعيل شأن في خدمة بيت الله. يقول إبراهيم: كان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وكان خليل الله قائما يصلي في مقامه أمام الكعبة حين أحضرت النسوة الوليد الصغير بكر إسماعيل، فتهلل إبراهيم وسجد لله وجرت من عينيه عبرات الشكر والرجاء. أي خليل الله، بارك الله لك في إسماعيل وذريته، هذا أول الأصباط، فخذه وطف به الكعبة، ثم عوذه بالله من الشيطان، ثم اختنه واذبح عقيقة تتصدق بها عنه. ماذا أسميته يا خليل الله؟ يقول إبراهيم: هذا أول النبات من إسماعيل فأسميه نباتا، وهو بلسان القوم نبطا، ليكون أبا الأنباط إن شاء الله. لو نطقناه نابتا كان ذلك أيسر على لسان بني جرهم. قال: فهو نابت. يا بني جرهم، تعلمون أن ابنتي رعلة أنجبت نابت ابن إسماعيل، وهو أول أصباط خليل الرحمن إبراهيم، فأي شرف لنا
بهذا الصهر الكريم، وأي عز لنا بأن نكون أخوال الأصباط الذين بشر الله بهم خليلا، وبشرت الملائكة بهم هاجر يرثون النبوة والكتاب والحكمة في مشارق الأرض ومغاربها. يا بني جرهم، إن وعد الله حق، وسيكون إسماعيل أبا لأمة عظيمة تكثر في آخر الزمان جدا جدا بمحمد. ولا تسألوني ما محمد، فهو من آيات الغيب ادخره الله لزمانه. فآمنوا بمحمد من قبل أن تروه أو تدركوا زمانه، تغنموا بالكرامة في الدنيا والآخرة. هنيئاً لمن يؤمنون بالغيب وبالآخرة هم يوقنون. أي مضاد بن عمرو، يا سيد قومنا، إن فتياننا يريدون أن يظهروا فرحهم بالإنشاد والطبل والرقص بالسيوف. يا بني جرهم، يا بني جرهم، إن الإسلام آخى بيننا، وقد جئتكم في فتيان العماليق لنشارككم أفراحكم، وسنريكم رقص فتياننا على إيقاع الطبول. مرحبا، مرحبا بالسميدعي وفرسان قومه. مرحبا بالسميدع، مرحبا بالسميدع وفرسان السميدع. هلا هي فرسان الخير، هلا هي أطياف الليل.
وسجى الليل ونشر البدر نوره فوق الكعبة المشرفة، وكان خليل الله قائما يصلي في مقامه، فلما فرغ من صلاته نظر إلى سفوح الجبال في ضوء القمر، فرأى البيوت قامت عليها ونصبت الخيام، وبدأت تتكون مدينة بكة، مدينة يذكر فيها الله في الغدو والآصال وآناء الليل وأطراف النهار، مدينة مباركة ينتشر نورها بفضل هاجر وابنها إسماعيل. لقد استجاب الله لدعائه إذ قال: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. وها هو ذا ابنه البكر إسماعيل، شب زعيما في قومه سيدا لفتيانهم، فوجد حرما آمنا وصار أبا لغلام زكي، فما بال ابنه الآخر إسحاق؟ لم يكد يبلغ الحلم ولا يزال غريبا يضرب في الأرض. وفوض إبراهيم أمره إلى الله وأسلم قلبه ووجهه إليه، ونهض فودع هاجر وإسماعيل، ثم طاف بالبيت طواف الوداع، وامتطى راحلته وانطلق إلى الشام عائدا إلى حبرون. يا نبي الله ورسوله وخليله، أستحلفك برب السماوات والأرض ألا تتخذ لإسحاق زوجة من بنات الكنعانيين، كفانا ما لقيناه من امرأة لوط. قال إبراهيم: نعم، لن أتخذ له زوجة من بنات الكنعانيين. فمن أين تريد أن تتخذ له زوجة يا رسول الله؟ قال: من أهلي، من عشيرتي، من قومي. فمن ترسل من أصحابك لخطبتها يا رسول الله؟ قال: أرسل إليعازر الدمشقي. يا خليل الرحمن، أترى إن ذهبت إلى أرض عشيرتك وقومك وراء الفرات ورفضت الفتاة أن تعود معي إلى هنا، أأخذ معي إسحاق وننطلق إلى حاران؟ قال إبراهيم: إياك أن تذهب بإسحاق إلى هناك. فمن أصطحب معي في هذه الرحلة؟ قال: تذهب وحدك. فكيف أهتدي إلى الفتاة وأنا لا أعرف أحدا من أهلها؟ يقول إبراهيم: إن الله الذي أخرجني من دياري وأوحى إلي ووعدني أن يورث ذرية الكتاب والحكمة في المشارق والمغارب لقادر على أن يهديك إلى زوجة إسحاق. الله معك. على بركة الله. كم عدد الجمال؟ 7 من الإبل محملة بالزاد والهدايا، وبعير أركبه، وبعير يتعاقب عليه عبيد الحراسة.
وكم عدد عبيد الحراسة؟ 5 من الأشداء. عين الله تحرسك. وفقك الله وأعانك. شكر الله لكم وجزاكم عني كل خير. ميليل، أقبل يا رجل، سودني بدعواتك الصالحة، فإنك والله لمبارك، وإنك لمن أقربنا مكانة عند خليل الله. ألا تعلم أنه أقامك بدلا مني حتى أعود بإذن الله؟ فأنت من اليوم خازنا لبيت ماله. أعانك الله وأعاننا على خدمة رسوله الكريم. آمين. وحسن صحبته. آمين. هيا على بركة الله. على بركة الله. الله معك. على بركة الله. الله معك. الله معك. الله معك. الله معك. على بركة الله يا إياه. الله معك. الله معك. مولاي يا إبراهيم ورب الناس جميعا، يسر لي أمري واهدني إلى من اخترتها زوجة لسيدي إسحاق. يا رب، ها هن بنات أهل مولاي آتيات بجرارهن، فلتكن التي أقول لها: أميلي جرتك لأشرب، فتقول لي: اشرب وأنا أسقي إبلك، هي التي اصطفيتها لعبدك إسحاق. يا فتاة، اسقني جرعة ماء. اشرب، اشرب هنيئا يا سيدي. ما ألطفك وأرقك أيتها الفتاة، ليتك تكونين التي اختارها الله لسيدي إسحاق. اشرب، اشرب حتى أسقي جمالك. يا الله، أتكون هي التي اصطفاها رب مولاي إبراهيم لتكون أم يعقوب؟ بسم الله. الحمد لله. ماذا تقول؟ أذكر اسم مالك الماء ومالك نفسي التي ترتوي ومالك الأرض التي تحملني ومالك السماء التي تظلني، مالك كل شيء، لا إله إلا هو، الله الرحمن الرحيم. هذا كلام لا يعرفه أكثر الناس هنا، ولكني سمعته من أبي يقول: كان له عم يدعو إلى الله ويكره الأصنام، فعاداه قومه فألقوه في النار فأنجاه الله منها. يا بشرى، يا بشرى، ما اسمك يا فتاة؟
رفقة؟ ابنة من؟ بنت بتوئيل، ابن نحور، ابن آزر. مولاي، إني أشاهد آية منك وكرامة. إنها حفيدة نحور أخي إبراهيم. بتوئيل ابن ملكة، ابنة هاران. إيه ربي، فمن أدراك بجدتي ملكة؟ حدثتني عنها أختها سارة ابنة هاران. أقادم من بلاد جدتي سارة؟ أجل. أتعرف جدي إبراهيم؟ هو إمامي ومولاي. يا بشراي، ليت أبي يراك. هل عندكم مكانا لنبيت فيه؟ نعم، عندنا مكان لتبيت فيه، وعندنا علف لجمالك وتبن كثير. الحمد لله. إذن اذهبي أنت وأخبري أهلك وأعدي مكانا لنا، وإني في انتظارك هنا حتى تعودي. هل أكثرتم العلف والتبن للجمال في الحظيرة؟ إن ضيفنا قادم بعشرة جمال. اطمئن، فقد أعددنا كل شيء. والماء، هل ملأتم القرب؟ أجل يا أبتا. هاران، انظر امرأتك، هل خبزت على الرمادي خبز ملة بلا خميرة؟ ها؟ حياك الله يا امرأة ابني، لا يصلح مع الشواء إلا خبز ملة. أم البنين تعلمت منك حفاوتك بالضيف يا أماه. كان أبوك نحور يذبح العجل وينضجه على الحجر المحمي قبل أن يفرغ الضيف من غسل رأسه وقدميه وتبديل ثياب سفره. وكذلك كان عمك إبراهيم حين كنت أراه في صباي على عهد زواجه من أخت سارة، كان أسرع من أبيك في إحضار الطعام للضيف. مرحبا بالقادم من غرب الفرات. من الفتى؟ أنا أخو رفقة التي قابلتك منذ برها. أنت أخو رفقة؟ أجل، أنا لابان بن باتوئيل ابن نحور ابن آزر. هيا معي، إن جدتي ملكة تريد أن تراك لتسألك عن أختها سارة. وجدك نحور ابن آزر؟ نعم، لقد مات جدي منذ 3 أشهر ودفن بشرقي حاران، وسميت الأرض التي دفن بأطرافها محلة نحور. ترى لو كان حيا هل كان يتلهف على أخبار أخيه خليل الله إبراهيم كما تلهفت ملكته على أخبار أختها سارة؟ لقد مات جدي نحور مسلما. مات مسلما؟ أجل، ويا طالما عض على يدي وبكى كلما تذكر إيثاره آباه آزر على أخيه إبراهيم، ويا طالما تمنى لو أنه كان اصطحب خليل الله في هجرته مثلما اصطحبه لوط بن أخيه هاران. الحمد لله على نعمة الإسلام. أجل، الحمد لله. لقد نشأت فلم أرى في بيتنا صنما ولا وثنا، ولم أرى من أهلي أحدا يسجد لغير الله.
لقد رأيت كيف أسمى جدي ناحور، ابنه الذي هو أبانا، أسماه باتوئيل، أي بثي لله، لشدة ما كان يجد من الحزن والبث على فراق أخيه إبراهيم. باتوئيل، أي بثي لله، وكذلك أسمى خليل الله إبراهيم ابنه البكر إسماعيل، أي الذي استمع الله له فيه. أعلم يا ربي أنك على كل شيء قدير، وأنك لا تختار لابن خليلك إلا امرأة مسلمة ومن بيت مسلمين. هيا يا عماه، إنا هيأنا البيت لك ولرجالك ولإبلك. أجل أجل، لقد أطلنا وقوف رفقته على رأس الطريق. هيا هموا يا رجال، هيا من هنا يا عماه. ضيفنا قد أقبل. أجل، إني أتبين ابني لبان وابنتي رفقة يقدمانه مقبلين. أجل. السلام عليكم. أهل مولاي إبراهيم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بتوئيل ابن ناحور ابن آزر، كان أبي شقيق رسول الله إبراهيم، فمن أنت أيها الضيف؟ أنا صاحب خليل الله إبراهيم وأمين بيته وخازن أمواله. إنك لمقرب إلى ابن عمي، فكيف هو؟ وكيف أختي سارة؟ كانت أكبر مني ولكني تزوجت قبلها، تزوجت ناحور وكنت طفلة لم أزل. أختك في رعاية الله وحفظه. وأسفاه على سارة، كانت أجمل النساء طرا ولكنها عقيم لا تلد. انظري إلى قدرة الله العظيم، فمن غيره يستطيع أن يجعل العقيم تلد؟ ويحك يا هذا، أولدت سارة؟ أجل، بشرتها الملائكة بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. أتحققت البشارة؟ وهل تتنزل الملائكة إلا بأمر الله؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ لقد ولدت سارة إسحاق، وها هو الآن فتى يافعا، وما زالت سارة تحيا حتى تجد يعقوب من وراء إسحاق إن شاء الله. يا عجبا، بربك يا هذا، إلا أخبرتني خبر هذه البشارة. يا أماه، إن الرجل قادم من سفر بعيد ووراءه جمال مجهدة وعبيد متعبون، أعدوا لهم الطعام. لا لا ورب إبراهيم، لا أمس طعامكم حتى أسمع جوابكم. يا عمي، من الذي أرسلك إلينا؟ خليل الله إبراهيم. ومن الذي دلك علينا وعلى فتاتنا؟ الله، الله وحده. إذن أجبه يا أبتاه. ليست لنا إرادة بعد إرادة الله. أين رفقة؟ هانذا يا أبتي،
خذ ابنتي وزوجها لابن عمي إسحاق. هل نملك إلا طاعة أمر الله؟ بارك الله في رفقة لإسحاق. هذه الفتاة أشبه حفيداتي بأختي سارة في شبابها. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. بنتي يا بضعة نفسي، شببت يا طفلتي، وزوجك أبوك تفارقين عشك وحضن أمك، وتحملك الإبل وراء الفرات ليالي وأياما حتى تبلغي أرض عروسك. هيا اشتي دموعي يا أم البنين. إسجيل تبعت قافلة رفق. أن أطير إلى حبرون وأن أقول لمولاي إبراهيم إن الله قد وفقني وهداني إلى بيت أخيه ناحور، وأنني قد عدت بحفيدة أخيه رفقة لتكون زوجة لمن بشرت به الملائكة. إسحاق. أجل، وأما لمن بشرت به الملائكة. يعقوب. إن شاء الله. لماذا لا يحضر إسحاق إلى أرضنا هذه، أرض أجداده الأولين؟ لا، بل يبقى هناك ليرث مشارق الأرض ومغاربها مع أخيه إسماعيل. يرثان المال والكنوز والبيوت والأنعام والشجر والعبيد؟ لا، لقد أوصاني خليل الله إبراهيم أن أتصدق بكل ماله على الفقراء والمساكين، فالأنبياء لا تورث، وكل ما يتركونه صدقة، حتى لو تركوا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. إن كل هذا لما متاع الحياة الدنيا ظل زائل وعرض فان، ولكن إسماعيل وإسحاق يرثان الكتابة والنبوة والحكمة، يرثان النور الإلهي الذي يستأهل به الإنسان أن ينظر الله إليه، ومن نظر الله إليه وجد كل شيء وربح كل شيء حتى الخلود في الجنة.